السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة الدينار كل يوم تفاجئنا بالأفضل، وكل يوم نكتشف فيها خصائص ربحية لم نعرفها أبدا. أنا على ثقة كاملة أن بعد هذا الخبر أو هذه المفاجأة كل المهتمين بمجال الربح سينضمون إلى الدينار دون تفكير. انتبهوا وركزوا معي إلى آخر الشرح. المفاجأة يا إخواني أنك تستطيعون ربح 10 دولار في اليوم وأكثر في شركة الدينار دون أن تدفعوا شيئا، دون أن تستثمروا شيئا، دون أن تتعبوا. هذه الشركة تعطيك إمكانية جمع رأس مالك بنفسك دون أن تدفع شيئا، ثم تعطيك إمكانية سحبه أو استثماره حسب رغبتك. كدليل على ذلك هو هذه الأرباح التي ترونها هنا 1901، هو مجموع أرباح فريقي في أيام قليلة من تطبيق هذه الاستراتيجية الربحية، قاموا بتطبيقها فحصلوا في مجموعهم على 1901 دولار، وقد كانت 1200 بالأمس. قد حدثت عن هذا على صفحتي في الفيسبوك وقلت أن فريقي قد حصل بتطبيق هذه الاستراتيجية على 1200 دولار، واليوم ترونها أمامكم 1901 دولار. انطلقوا على بركة الله في شرح هذه الاستراتيجية حتى لا أطيل عليكم، لأني أعلم جيدا أنكم متشوقون لمعرفة هذه المفاجأة. أول خطوة إخواني عليكم بالتسجيل من خلال الرغبة التي سوف أتركه لكم أسفل هذا الشرح. التسجيل أولا في الدينار آسيا، في فرع الدينار آسيا، والتسجيل أيضا في فرع الدينار كوين، لكن رجاء عند التسجيل تثبتوا في السبونسر، يجب أن يكون أراب تيم واحد لتكونوا من فريقي وتستفيدوا دائما من استراتيجياتي. بعد التسجيل في هذين الفرعين، للتذكير إخواني، فرع الدينار آسيا وفرع الدينار كوين هما لنفس الشركة، وهي شركة الدينار. بعد القيام بالتسجيل تقوم بفتح حسابك في الدينار آسيا وتضغط هنا، تدخل إلى الإيرنينج. المفاجأة إخواني تتمثل في أنك تستطيع أن تربح من الدينار دون أن تستثمر مليما واحدا. أكيد كلكم تتساءلون كيف ذلك. هذا الربح يكون بالضغط على الإعجابات، كل إعجاب تقوم بالضغط عليه تحصل على 0.1 بونس، وهو ما يساوي 0.1 دولار. نرى جميعنا أو أغلبنا بدأ يعني طريقه في الربح من الإنترنت بمواقع البي تي سي التي تعطي أرباح ضئيلة جدا، 0.0001، يعني تبقى شهرين وأكثر لتجمع دولارا، وأحيانا ينصب الموقع ويضيع جهدك وتعبك سدى. لكن هنا في الدينار هي شركة حقيقية صادقة جدا، توفر لك رأس مالك وتعطيك إمكانية سحبه في نفس الوقت إمكانية استثماره. سوف أقوم أمامكم بشرح هذه الطريقة، وأيضا بشرح بإثبات الدفع أمامكم، بالقيام بالسحب أمامكم. أولا دعونا نرى طريقة ربح هذا البونس. البونس يتوفر على شبكات التواصل الاجتماعي، الفيس، الفيكا، تويتر، اليوتيوب. إذن عليك أن تفتح حسابات في هذه الصفحات، ثم تختار واحدة منها وتقوم بالضغط عليها. مثلا أنا اخترت هنا الفيسبوك، تقوم بالضغط مثلا على الفيسبوك وتضيف حسابك على الفيس هنا، تربطه بحسابك في الدينار آسيا، ثم سوف يعطيك هنا كم لديك من إعجاب أفيليبل، يعني ممكن، وكم من إعجاب قد قمت به. مثلا أنا هنا قد قمت بضغط 64 إعجابا، حصلت على 0.4 بونس، أي 6.4 دولار.
وتبقى لدي 148 إعجابا. أيضا هناك إعجابات على الفيكا ما زلت لم أضغطها، وإعجابات على تويتر وأيضا على اليوتيوب. إذا لو حسبناها بشكل رياضي 148 مع 64 نجدها 220 تقريبا. إذا ضربناها في 0.1 نجدها ما يقارب 22 دولار. إذا تستطيع أن تجمع 22 دولار من الضغط على إعجابات الفيسبوك. هناك أيضا إعجابات التويتر لنقول أيضا هي 22 دولار. أيضا الفيكا واليوتيوب لنحسبها 22 في الأربعة تساوي تقريبا 100 دولار. إذا أنت قد كسبت رأس مالك فقط من وضع الإعجابات، وتستطيع جمع هذه 100 دولار في يوم واحد إذا كان لديك وقت من الفراغ. سترون أن وضع الإعجاب لا يتطلب وقتا، أنت فقط تضغط على لايك وتقفل الصفحة. نحن في اليوم أحيانا نضع إعجابات على فنانين وإعجابات على فيديوهات لا تنفعنا بشيء، فما بالك لو ضغطت على إعجاب وربحت 100 دولار. لنجرب سويا، سوف أختار مثلا أن أضغط هنا، سوف تأتيني صفحة جديدة أنتظرها إلى أن تنهي البحث. عند الضغط تأتيك صفحة أولى تنتظرها إلى أن تأتيك صفحة مثل هذه، صورة على جنب وباقي الكلام على الجنب الآخر. تقوم بالضغط على الإعجاب هنا ثم مباشرة تقفل الصفحة. كما رأيتم الأمر لا يستحق منك أي مجهود ولا يتطلب منك وقت. أغلقها ثم أضع هنا تنشيط لصفحتي أكتياليزي. كما ترون أنا لدي هنا 0.6.4، وكما رأيتم أضيف لدي البونيس صار عندي 6.5. وهكذا تستطيعون جمع 100 دولار دون أن يأخذ ذلك من وقتكم الكثير، أو دون أن تتعبوا في شيء. وأيضا في نفس الوقت لن تدفع شيئا من جيبك، أنت فقط تقوم بوضع الإعجاب وتربح على ذلك. جميعنا قد تعب من مواقع النصب وقد تعب من دفع ماله دون أن يكسب شيئا. هنا الإدينار توفر لك رأس مالك، كل ما عليك فقط أن تتوكل على الله وأن تعمل وتبدأ طريقك في الربح. حسنا، قد يقول القائل أنا أنهيت، قمت بوضع كل الإعجابات وقد أنهيتها كلها. هي في أغلب الأوقات لا تنتهي، يعني في الأول تكون كثيفة لكن بعد أن تنهي. مثلا أنا لدي هنا أفيليبل 147، إذا أنهيتها سيصبح لدي أفيليبل ممكن 5 ممكن 3 ممكن 4، لأني لم أقم بإنهائها لمعرفة الأمر. لكن هذا ما أتوقعه هو أنك عندما تنهي سوف يصبح لديك كل يوم وضع إعجابين 3 في كل صفحة اجتماعية. حسنا، أنا لدي حل أفضل من هذا. وبدل أن تربح 100 دولار تستطيع أن تربح ربحا لا نهاية له. كيف ذلك؟ هو أن تقوم بمثلا أن تفتح 4 حسابات في الفيسبوك، 4 حسابات في تويتر، 4 حسابات في اليوتيوب. تستطيع أن تفتح أكثر، تستطيع أن تفتح أقل حسب رغبتك. مثلا الحساب الأول سوف تجد هنا لديك 200 إعجاب فيليبل، يعني ممكن تقوم بالضغط عليها جميعا تربح منها هذا البونس هنا. بعد ذلك تقوم بفسخ معلومات المتصفح من هنا، أي فسخ الاستوريك. تقوم بالضغط هنا وتفسخ معلومات المتصفح ثم تدخل من جديد. سوف يطلب منك أن تدخل بحساب الفيسبوك عندما تريد الكسب بناء الإعجابات. عندما تدخل في المرة الثانية تدخل بحسابك الآخر، يعني لا تدخل بنفس الحساب الأول الذي أنهيت وضع الإعجابات به. ستجد هنا مرة أخرى أن لديك 100 و
عفوا 200 واكثر اعجاب ممكن تستطيع الضغط عليه. لنقول مثلا لديك 4 حسابات فيسبوك وجميعنا لديه اكثر من حساب في الفيسبوك. لنقول ان لديك 4 حسابات سوف تستطيع ان تكسب بحسابك الاول 20 دولار من الفيسبوك وحسابك الثاني 20 دولار. كلما كان لديك أكثر حسابات سوف تجمع أكثر، والإعجاب كما رأيتم 0.1 يعني 10 إعجابات 1 دولار. في مواقع البي تي سي تضغط شهورا لتحصل على دولار واحد، هنا في الإدينار تستطيع أن تضغط ساعة وتحصل على 100 دولار بشكل بسيط جدا. أنا ضغطت 5 دقائق وحصلت على 6.5 دولار. حسنا، هذا بالنسبة للاستراتيجية. تستطيع وصدقوني تستطيعون أن تربحوا ما لا نهاية له من الدولارات، وهذه فرصة يعني صراحة كل ما حكيت وكل ما وصفت لا في الوصف في الأدينة صراحة ربح ممتاز، خصوصا أنك لست مجبرا على دفع شيء من جيبك، كل ما عليك هو الضغط وأرباحك تأتيك ليدك. بعد ذلك هذه الأرباح التي تحصل عليها يجب عليك أن تعدنها في الأوتومينيك لتتحول لديك هنا إلى USD إلى الدولار. كيف تعدنها؟ تقوم بالضغط هنا أوتومينيك، تكتب هنا المبلغ الذي لديك في البونس. مثلا أنا لدي 6.5، أقوم بكتابته هنا 6.5، ثم أضغط على سند فاوند وسوف يتحول المبلغ الذي في البونس إلى هنا إلى التعدين. بعد 14 يوما سوف تجده في رصيدك. فرع الدينار آسيا هو فرع لتعدين العملة الداخلية، عملة USD دينار. أيضا لديه فرع الثاني هو الدينار كوين، وهي عملة خارجية موجودة في البورصة. الشركة صديقة جدا، وأنا قد جربتها، قمت بجمع 10 لايكات يعني بوضع 10 لايكات وجمعت 1 في البونيس، قمت بتعدينه، انتهت مدة التعدين، تحول ذلك الواحد بونس الذي جمعته إلى هنا، وأنا الآن سوف أقوم بسحبه أمامكم لتتأكدوا من مصداقيتي في هذه الاستراتيجية. أقوم أولا بتحويله من USD إلى المحفظة الداخلية، إلى محفظة USD الداخلية، وذلك بالضغط هنا My Account. أقوم بنسخ USD، مثلا لدي هنا USD 266 296، أقوم بنسخ هذه وآتي هنا أقوم بلصقها وأضع المبلغ المتوفر لدي في البالانس هنا. مثلا أنا لدي 1، أقوم بكتابة 1 هناك وأضغط على send money، سوف يتحول من هنا إلى هنا. أتمم المراحل، أضع هنا الباسورد، وطبعا هنا الدينار USD الذي سوف أقوم بتحويله، ثم أضغط على next. تأتيكم صفحة مثل هذه، يطلب منك البين كود، والبين كود يصلك على الإيميل، تقوم فقط بالدخول إلى الإيميل ونسخ البين كود، قد وصلنا هنا ثم تقوم بلصقه هنا وتقوم بالضغط على confirm. كما ترون 1 دينار USD 60 سنت، يعني هو كما ترون هنا قد تحول إلى المحفظة الداخلية الدينار كوين في الدينار آسيا وتسميتها بالانس EDC. بعد هذه المرحلة نقوم بتحويل EDC التي في المحفظة الداخلية إلى محفظتنا الخارجية التي قمنا بفتحها. أقوم بالدخول هنا My Account لسحب هذا المبلغ إلى المحفظة الخارجية وأضغط هنا على Withdraw المقابلة للEDC. تأتينا صفحة جديدة، أضع المبلغ الذي أريد سحبه
ثم الميمو هنا، هذا هو الميمو. والاسم الحساب، انتبهوا لذلك جيدا، أنا هنا اسم حسابي أراب تيم واحد، ثم أضغط على نيكست، أضع كلمة السر هنا، وبعد ذلك أضغط على كونفيرم. تأتيك مباشرة هنا سكسفلي سنت اي دي سي، وترى رصيد هنا صفر اي دي سي. أعود إلى هنا، قد رأيتم سابقا أن كان لدي 203، هنا قد صار عندي 204. تجدون الترانسفير هنا كما تلاحظون، سنت واحد اي دي سي تو أراب تيم واحد. قد تلاحظون بأنفسكم هنا أني قد قمت بثلاث تحويلات هذا اليوم، وذلك لأني قمت بتجهيز هذا الفيديو مرات كثيرة، ثم لا يسعفني الحظ بنشره لكم، إما في بمشاكل من الحاسوب أو مشاكل الشبكة. أتمنى أن أستطيع أن أنشر أو أن أضع لكم هذا الشرح إن شاء الله. لألخص إذن استراتيجية التي أقترحها عليكم لربح دون وضع مليم واحد من مالكم، أولا تقوم بالتسجيل في الإدينار آسيا، ثم تقوم بالتسجيل في الإدينار كوين. التسجيل في الإدينار كوين عندما تسجل تأكد من اسم سبونسر أولا، ثم الموقع سيعطيك برينكي، قم بنسخه وحفظه في أماكن كثيرة، لأنك دون البرينكي لن تستطيع الدخول إلى حسابك في الإدينار كوين. بعد ذلك تقوم بالضغط على اللايكات بوضع الإعجابات، والمبلغ الذي تجمعه في البونس تقوم بتعدينه بعد 14 يوم، ذلك المبلغ سيتحول إلى رصيدك، ثم تقوم بتحويله إلى المحفظة الداخلية، بعد ذلك من المحفظة الداخلية إلى المحفظة الخارجية التي قمت بفتحها في الإدينار كوين، ثم تقوم باستثمارهم في الإدينار كوين. الإدينار كوين هي عملة جديدة، قد شرحتها في أربع أجزاء عفوا، تستطيعون الدخول إلى قناتي في اليوتيوب ومشاهدة تلك الأجزاء الأربعة، تقديم الإدينار كوين، طريقة استعمال المحفظة في الإدينار كوين، والاستثمار والسحب في الإدينار كوين. بإمكانكم استثمار ما ربحتموه من الإدينار آسيا في الإدينار كوين، وربح والانتفاع بأرباح يومية متزايدة في الإدينار كوين. سأريكم شيئا هنا، أنا أرباحي تتزايد يوما عن يوم، لأن إعادة الاستثمار تتم أوتوماتيكيا كما ترون هنا 1.282، هنا 1.299، وتزداد يوما عن يوم. أنصحكم كثيرا باستغلال هذه الفرصة، لأنها صراحة لا يمكن أن نجدها في كل الأوقات، وفرتها لنا الإدينار، نقوم باستغلالها، ثم أن نقوم باستثمار ما نربحه في الإدينار كوين. طبعا من يريد أن يسحبه يقوم بسحبه من خلال اليوبيت، من خلال منصة اليوبيت، يستطيع أن يحول أرباحه إلى بيتكوين أو إلى إثريوم أو إلى دولار، ويقوم بسحبها بمحافظ البيتكوين إكسابو بلوكشين، أو بسحبها بالبنوك الإلكترونية مثل لاتفيكاش والأوكي بي الباير إلى غير ذلك. لكن ما أنصحكم به كخبيرة في الربح أن تقوموا باستثماره في الإدينار كوين، لأن ذلك سوف يدر عليكم أرباح مضاعفة كثيرا، لأن عملة الإدينار كوين إن شاء الله سوف تصل قيمتها مبالغ كبيرة في الأشهر القادمة. أنصحكم باستثمارها هنا، سوف تربحون ربحا يوميا، وبالإضافة إلى ذلك سوف تربحون من ارتفاع قيمة العملة. إذن كل ما عليكم هو الضغط على الإعجابات
وإعادة واستثمار أرباحكم في الدينار كوين. بالنسبة للدينار آسيا نحن سنستغله في كسب رؤوس أموالنا. وبالنسبة للاستثمار في الدينار آسيا مازال ليس سانحا الآن، لأن الموقع تحت الصيانة، وهو إن شاء الله سوف يكون منصة تداول عالمية عن قريب، وقد دخل منصة وقد دخل موقع الكوين ماركت كاب، وجميعنا نعرف شهرة هذا الموقع. كل منصة تداول تدخله فهي منصة صادقة ولها مستقبل، وكل عملة تدخل الكوين ماركت كاب فهي عملة حقيقية. نحن في الدينار لدينا الدينار كوين في الكوين ماركت كاب وفي منصات تداول، وبالأمس دخلت منصة جديدة الليفي كوين. وبالنسبة للدينار آسيا هي أيضا في الكوين ماركت كاب، وقد دخلت عالم البورصة من بابه الواسع، إن شاء الله سوف تكون أول منصة عالمية. تذكروا جيدا كلامي هذا إخواني الكرام. كنت قادرة على الاحتفاظ بطريقة لنفسي، خصوصا طريقة السحب لأن لا يعلمها أحد، لكن أشارككم كل شيء. لن يكون لدي وقت لأضغط وأربح مثلكم، لأني أضع كل وقتي على ذمتكم لأوفر لكم المعلومة ولأهتم بكم ولأضع لكم كل الاستراتيجيات التي تساعدكم على ربح حقيقي دون خسارة ودون خوف. أتمنى أن تدعموني بالتسجيل معي لكي أستطيع أن أوفر لكم المعلومة دائما. أتنظر منكم أن تدعموني بالتسجيل معي والاستثمار معي في الدينار كوين والدينار آسيا لاحقا إن شاء الله. هنا انتهى شرحي، أتمنى أن أكون سبب خير لكم وأن أوفق في رسم الابتسامة على وجوهكم. من يتسجل يتواصل معي على الفيس لأضيفه لفريقي لمجموعتي على الفيسبوك. إن شاء الله المفاجآت مازالت قادمة، مازالت في طريقها إليكم. سوف أقوم بنشر كل ما هو نافع لكم، ما يمكن أن يساهم في ربحكم وفي الصعود إلى المال وإلى الحرية المالية إن شاء الله.